السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الى غليتوا الورق ديال التين مع الورق ديال الزيتون لا يمكن يكون عندكم اعرام استقلابية المستعصية الان على طول. وإلا مشينا للحلبة لقاو المكون مكونات هرمونية الانسولين، الناس اللي ما بغاش السكر يرجع لهم بالانسولين يرجعوه بالحلبة، يرجع 0.9 بالحلبة، يرجع 0.9. دقوا الحلبة مع الماء شربوها يرجع 0.9. كاين اللي عنده الانسولين عنده ثلاثة الحقنات ديال الانسولين وعنده ثلاثة في السكر. واللي عنده ارتفاع الضغط يشرب الماء مغلي سخون يزيل هذه المسائل حتى الحصى، لان الكليه كيكون فيها حصى رقيق ما كيبانش في الراديو، ما كيبانش كاع في الاشعه، ما كيبانش في الايكوغرافي، كيكون داك الشيء باقي ميكرو كريستو ما كيبانوش في سميت. فلما تشربوا الماء مغلي سخون بكثره وتيمشي مباشره تيغسل مع الخل البلدي مع زيت البلديه مع زريعه الكتان مع القرقاع مع الشريحه مع الزيتون مع، لا يمكن الجسم يصاب بمرض، لا يمكن. النساء عندهم عنق الرحم متدي، الرجال عندهم بروستات، علينا الرجال الكبار عندهم بروستات، اما الصغار عندهم اشياء اخرى. ولكن دابا البروستات الناس ولاو خارجين داخلين، دابا صافي البروستات كتنفخ منين كتنفخ بالهرمونات والمكونات الكيماويه اللي كتاكلوها. صحاب البروستات قلنا لهم قطعوا غير اللحم باش ترتاحوا شي شويه، يقول لك ما ناكلش اللحم ما يمكنش. وراه اللي كيشويو اللحم كلهم عندهم بروستات، سولوهم اللي كيشويو اللحم هما اللي عندهم بروستات. تقول له قطع اللحم ذا استراح، تنقول لهم قطعوا اللحم واستراحوا ارتاحوا شويه، تقول لك لا ما نقطعش اللحم. الله يعاونك، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، صحتك هذه بين يديك. فلما نتكلم عن الصحه والتغذيه، التغذيه العامه والصحه، نتكلم يا اخواني عن ما تاكلون. طبيعه الاكل يكون نباتي، اللحوم تكون بقله، الماء الذي يشرب يغلى ويتشرب سخون لان الماء الان ماشي هو الماء ديال من قبل. ثم الحبوب اللي نسيتوها في الاكل ديالكم من غدا ان شاء الله، الى باقي لكم دابا الوقت، الى باقي لكم دابا الوقت وباقي بائع التوابل الان حالين تمشيو عندهم، عندكم يزيدوا عليكم في الثمن حيت انا قلتها، تمشيو تقداو لكم الحبوب تكون دائما في الدار، الحبوب كل اللائحه تكون عندكم في الدار. الحلبه وزريعه الكتان ما تشريوش زيت السانوج، شريو سانوج حبوب كلو، ما كاينش زيت السانوج. ما تشريوش التقطار، زعتر مقطر، الشيبه مقطره، هذه مقطره، ما تشريوش التقطار، شري العشبه هي حطها في دار كلها صافي، راه كلشي الناس كيعرفوا هذه العشوبه هذه، ما غادي تفضل علينا حد ولا يوريها لنا ولا يقولنا راه غير هو اللي كيعرف لهذا الشيء هذا. صافي العشوب تحطهم في الدار ديالكم تبقاو تكملوا. الطبع النباتي اللحوم قلوا منها هي وليدان، تكون طريقه الطبخ، اذا كان طريقه الطبخ المغربيه العريقه بالمرق يكون خير. ولكن هذه القضيه ديال الشيء والشيء في الزيت، الله يجازيكم بخير الا قدرتوا تزولوا هذه الطريقه، هذه راه هي اللي هلكت هذه البلاد هذه وهي اللي هلكت العالم. ما باقينش ديروا هذا الشيء في الزيت، الدنجال مشوي في الزيت، الفلفله مشويه في الزيت، البطاطس مشويه في الزيت، السمك مشوي في الزيت، اللحم مشوي في الزيت. وقفوا هذه الطريقه ديال الطبخ، وقفوا هذه الطريقه ديال الطبخ، وانتم وشانكم، انا ما غديروا لي والو، انتم وشانكم، الله يرحم لكم. وقفوا هذه الطريقه ديال الطبخ يكون احسن، وقفوا الشيء في الزيت، لان كاع العلماء الان تيتبرؤوا من البيروكسيدات من اللي كترفع درجه الحراره عاليين. القانون الاوروبي يسمح 280 درجه ديال الفريت، ودابا واش عندنا حنا 280؟ كاين اللي موصل حتى 350، لان مشعل البوطه تحت منها وتعطيها النار صافي كتوصل 350، ما عنده لا بان ثيرموستاتي لا والو. ملي كتوصل 350 كيولي فيها بيروكسيدات، ملي كتشوي البطاطا في 350 دوكري كيولي عندك لاكريلاميد، ملي كيكون لاكريلاميد الطفل غادي تجي الحساسيه ويجي سرطان. ما يمكنش سرطان يجيك من يعني هكا يدق عليك يطيح عليك من السماء، لا يمكن سرطان ياتي مما تاكله. ملي نفس الشيء بالنسبه للذره البوب كورن، بالنسبه للشيء البطاطس، بالنسبه لشيء حتى الاسماك، بالنسبه لشيء الخضار، بالنسبه لشيء حتى اللحوم. الطبخ المغربي طاجين اللي كنا تنعرفوا، المرق بالماء، الزيت البلديه طبخوا بها راه ما تتخسرش النار. الزيت البلديه الا درتوا فيها الفريت تقتل، لأنها تتحرق، راكم تتشموا ريحتها تتحرق. ولكن مع المرق ملي تديروا معها الماء وتتولي مع المرق ما كتفسدش، يعني الحراره ما كتفسدش، لان درجه الحراره تتكون 100، ملي كتسخنوها وحده كتوصل 250. نعم الاطباء تيقولوا لكم الزيت البلديه الا سخنتوها راه كتفسد، نعم، ولكن في الفريت الا سخنتوها لوحدها، اما الا سخنتوها مع لاصوص، الا سخنتوها مع المرق ما تتفسدش. جدودنا طيبوا بالزيت البلديه الطاجين وطيبوا بها يعني المرق وطيبوا بها شيء، ما تتفسدش 100 درجه، ما كتفسدش زيت البلديه.
وحتى هاد النصائح الخاطئه نزولوها من عقول الناس باش ما يبقاو شيء يعني يخافوا من 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 شيء صحيح ويطيحوا في كارثه. يعني عليهم كيف ما كان الحال، تمشي من زيت البلديه للزيت الاخرى ما فرق كبير، راكم عارفينه. راكم هذا العام الثمن ديال زيت البلديه شفتوا شحال ولا؟ علاش 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 ارتفع؟ ماشي حيت المغاربه ولاو ياكلوه، حيت اوروبا قالوا لهم الذهب الاخضر. اوروبا الاطباء قالوا لهم الذهب الاخضر، وقفوا زيت المعده وكلوا زيت الزيتون. حيت اوروبا الان المستهلك ديالها بغى زيت الزيتون يكون 100 درهم 300 درهم بغى. يعني واصله الان دابا في اوروبا غادا توصل 120 درهم الان زيت البلديه، وما خصهاش تكون مصفيه. ما خصهاش تكون مصفيه، خاصها تكون الزيت ديال الحجره كيما جابوها من الساريج يعطيوها لكم، ما يصفيوهاش لانها لا تصفات تيحيدوا منها المكونات الطبيه. وهي ما خصهاش تكون مصفيه، علاش؟ لان القران تيتكلم على الدهن وعلى الزيت. كاين فرق ما بين الدهن والزيت. لما اللي تكلم الله سبحانه وتعالى على الاكل تكلم على الدهن، وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكل. تما دهن، علاش؟ لان الزيت زائد معاه الاشياء الاخرى، مع هذاك التخا ديال الزيتون خصو يكون مع الزيت، هذاك هو الطب. من اللي تكلم الله سبحانه وتعالى على الضوء تكلم على الزيت، خاصها تكون مصفيه باش ما تعطيش الدخان، باش تعطي ضوء وهاج. نعم ام لا؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. كاين الزيت للضوء وكاين الدهن للاكل. كيما كيخرج من الزيتون ما يتصفاش، الا تصفى ما بقاش زيت. إذا كان الزيت ديال الحجرة يكون أحسن. إذا كان الزيت ديال هاد الآلات اللي جابوا ناقص، الجودة ديالو الطبية ناقصة، الجودة الغذائية راه السعر الحراري كاين، كول راه كاع الزيوت عندها نفس السعر الحراري، 9 كيلو كالوري بحال بحال. ملي كنشوفوا السعر الحراري كنلقاو زيت المائدة وزيت الزيتون بحال بحال، ملي كنمشيو المكونات الطبية لا يمكن أن نقارن، لا يمكن أن نقارن أبدا. فهاد طريقة الطبخ الآن في المغرب، والناس كلهم تيقول لك واشنو غنعمل؟ المغرب بلد عنده البديل. المغرب بلد عنده البديل، ما عندوش مشكل في الاكل. ما عندناش مشكل في الاكل. عندنا الحبوب، عندنا الخبز، عندنا الخضر، عندنا الزيتون، عندنا الزيت، عندنا كل شيء، عندنا ما عندناش مشكل. البلدان الاخرى اللي ما عندهمش البديل. فرنسا ما عندهاش البديل، بلجيكا ما عندهاش البديل، المانيا ما عندهاش البديل، اسبانيا ما شويه ما عندهاش، هولندا ما عندهاش البديل، كندا ما عندهاش البديل، الولايات المتحده ما عندهاش البديل. احنا عندنا البديل، عندنا الخضر مزيانه، عندنا حتى القانون المغربي الان، القانون المغربي لا يسمح الان حتى باستيراد المواد المغيره وراثيا. هذا المواد الان اللي اصبحت مغيره وراثيا وكل العالم الان اصبح يعني يرتعش منها وهي خطيره جدا. وهذه المواد الان يعني ليس القانون المغربي فقط وانما على الاقل نحن عندنا بعد هذه القوانين بعد مزيانه، قوانين الشكليه يتمنع استيراد كل ما المواد المغيره وراثيا او المواد يعني التي تم انتاجها بطريقه يعني حديثه.